الكهرباء في العراق أزمة مستمرة منذ سنوات، واحتجاجات شعبية متواصلة تطالب بأبسط حقوقها المتمثلة بتوفير ما يثلج قلوب شعب توالت عليه كوارث الفساد لتحرمه حتى من نسمة هواء باردة بصيف لاهب. ومع تصدر ملف الكهرباء جدول اهتمام العراقيين، والذي يعتبر حقا مشروعا مسلوبا في آن واحد مع وصول درجات الحرارة لنصف درجة الغليان، وسط انقطاعات مستمرة للكهرباء أو انعدام كلي في بعض المناطق نتيجة سوء المنظومات وافتقار للإدارة الصحيحة واحتكار الفاسدين لملف الكهرباء. موجات غضب شعبي تجددت جنوبي العراق رغم انتشار فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، احتجاجا على انعدام التيار الكهربائي، حيث أقدم متظاهرو محافظة ذي قار أقدموا على قطع الطرق الرئيسة الرابطة بين سوق الشيوخ وسيد دخيل، واقتحموا البوابة الخارجية لمحطة كهرباء الناصرية الحرارية بسبب قلة تجهيز المحافظة بالكهرباء، فيما طالبوا بإقالة قائم مقام سوق الشيوخ ومحاسبة المفسدين وإيجاد حلول لأزمة الكهرباء وتوفير الخدمات. جهات نيابية رأت أن الأموال التي صرفت على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 وحتى الآن كان بالإمكان تسخيرها لجعل العراق مصدراً للطاقة الكهربائية وليس مستورداً لها، لولا الفساد المتوغل في مؤسسات الدولة وهو ما جعل العراق مدين بنحو 5 مليارات دولار إلى إيران نتيجة استيراد الغاز من الأخيرة. ديون متراكمة وتركة ثقيلة من الفساد وانعدام الخدمات وتردي البنى التحتية بشكل شبه تام هو واقع العراق الحالي، وشعب يطالب ببلد تكون خيراته أولاً للعراقيين.